اهلا اهلا روح باطي قلبي باطي مشتيوم حبيبي. ازيك يا مفيد؟ تاكلوا معايا بقى. يعني انت مش هحططني مجرجرني في نص الليالي علشان تشوف بنتك؟ مش قلت هتبعتها مع السواق؟ ايه اللي جابك؟ اللي جابني؟ هي بقت كده؟ ماشي. على العموم انا جيت عشان قلقت لما سمعت صوتك يا مفيد. والله انت وحشني ومحتاج اتكلم معاك. تعالى يا اخو اقعد بقى. لوجي حبيبتي، بابي لسه بياكل اهو، اسبقيه علشان تفتح نفسه على الاكل، وهكلم انا هو ويجي لك على طول. I love you so much. قبل ما نتكلم في اي حاجه، ليك عندي خبر يفرح. الدكتور كلمك من فرنسا؟ هو انت ما فيش في دماغك غير ملك وبس؟ والله لو تعرف اللي في دماغي تترعب. ما انت مشكلتك انك مركز هنا وسايب هنا خالص. مين اللي قال كده؟ اللي انا شايفه قدامي. مش حقيقي طبعا. يعني انت مش بعت تجيب لوجي علشان تمهد لها؟ امهد لها يا مفيد؟ هو لسه في حاجه حصلت؟ طب خد بالك بقى، البنت هتتجنن على مامتها من ساعه المسجات اللي بتجيلها من هولندا. قول لي، هو انت بتعمل الحكايه دي ازاي؟ هتخلص قريب الحكايه دي على امه. لا فهمني، ناوي على ايه؟ قول بس الخبر الحلو اللي عندك. لا ما تاكلنيش في الكلام، مجاوب. ناوي على ايه يا نديم؟ سكوتك ما يطمنش. في ايه يا نديم؟ طالع فجأة حواليا شوية صراصير لازم ادوسهم بالجزمة. لا 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 لا، بالراحة بقى كده بهدوء علشان تفهمني واحدة واحدة. هقول لك يا مفيد، عالم ولاد الكلب اللي لحم كتافهم من خيري وسختهم بتزيد معايا مش بتقل. طب وايه الجديد في ده؟ ما انت راجل شغال في السوق والمفروض انك فاهم كل اللي بيحصل حواليك. بابي جايلك يا روحي. يعني بابي. لوجي لوجي، قول للسيد دي حتى العربية من فيه بسرعة. العربية يا سيد، العربية. ايه يا مفيد؟ ما تقلقش يا نديم، هتبقي زي الفل يا حبيبي، هتبقي زي الفل. خير خير ان شاء الله. تقلقش يا نديم. نديم أرجوك يا نديم. دكستي اكيد الاكل. هي دكتور الأكل. ده مش فود بويزنج، اكل ده سيانيد اتحط في الاكل. انا كنت شاكك في كده، كنت شاكك في كده. Thank you.
قومي يا حبيبتي، قومي يا روح، 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 يا دوب تبقى ان ربنا بعت لي بنت جميله زيك. تروح انت ماشيه، قومي يا روح، قومي، قومي يا روح. أنا كنت المقصود، حد عايز يقتلني بعتلي أكل حط في سم ولوجي ماتت بدالي. أنا اللي جبتها لحد عندك عشان تموت. يا ريتك ما جبتها، وريتني ما طلبتها منك. إحنا لازم نبلغ البوليس. مفيش لازم. هيعملوا إيه؟ هيدوروا على اللي قتلها؟ أنا هوصل له أسرع منه. حبيبي طالما في شبهة جنائية يبقى لازم نبلغ. مش هنبلغ. انت مش هتتشرح، وانت هتكتب تقرير انها ماتت بسكتة قلبية او بهبوط حاد في الدورة الدموية. نديم، اللي بتقوله ده ما ينفعش، وانا مش ممكن موافقك عليه. هتوافق وهتعمل اللي بقول عليه. انا مش هستنى تحقيق ويجيبولي بقى الواد بتاع الدليفري ولا حتى الامن الداعم، بعد كده يطلع في النقد براءة بخطأ في الإجراءات عشان في محامي شاطر بيترفع عنه. اللي قتل لوجي هوصله وهنفذ فيه الحكم اللي يستاهله. نديم بيه. أيوة سيد. دليفري لسيادتك. أنا ما طلبتش دليفري. مدام أميرة طلبت يا فندم. أميرة نصر؟ تمام سعادتك. الشنطة اللي بعت الناس دي عشان ده فخ كان معمول لنا. انت مجنونه يا ملك؟ انا قلت عليه يتعامل من سكات. حد يعرف يصطاد نديم باشا ده لوحده؟ ده ابن لذين. عارف يعني ايه يبقى معاك نص ثروته؟ قبل ما يطلع النهار هتكون تحت ايدينا. ايوه رنا، انت فين؟ انا مجهزه لك خطه ابليس نفسه هينبهر بيها. نديم فخري هو اللي بعته. هربت يعني ايه؟ خايف نتكشف. لو عرف يتبعنا. والمصحف محل حياتك يا بوز. حدش خرج الراجل ده يا جدعان. يا مريم جيب رجاله عندها في البيت. ده موضوع يطير في رجاله. مش عايزه حد في الشركه يعرف دلوقتي. عايز تتجوزني بعد ما نخلص منه؟ اوكي. مش الليسي اللي تقدر بيه مره حربيه زي هاتي موبايلك اخلاص.
هاتي موبايلك التاني بدل ما ضيع لك وشي. اسمه ايه اللي كان متجوز ملك؟ طب هو انت ولا مريم تفتحوا الباب لحد؟ انا بحب اجيب من الاخر واخلص على طول. وبعدين ده انا جايبه له الاكل اللي هو بيموت فيه وان شاء الله هيموت بيه، ومن الريستوران اللي هو بياكل منه وهو مغمض عينيه. هو مغمض عينيه؟ انا مش مطمن. ليه يا ابني؟ ما احنا ماشيين صح اهو، الاوردر وطلبناه وباسم زفتة التين اميره، والراجل بتاعك واستلم وجابه لنا وبنظبطه. خايف من ايه بقى؟ انا مش خايف، انا بس بحط افتراضات. افرض ان هو قبل ما ياكل كلم اميره وسالها. يسال مين يا ابني؟ دي حاجه معتاده عملناها 100,000 مره وانا مسافره. مش عارف، يمكن عشان حوارات السم دي ماليش فيها. ومالكش فيها ليه بقى يا حبيبي؟ يعني شايفها بتاعت حريم، عايزه حد ايدي ناعمه زيك كده، وانت عارفاني انا بحب اجيب من الاخر واخلص على طول. طب ما انت يا مخلصاتي اللي قلت ان ده مش هينفع معاه. ما هو صعب، حد يعرف يصطاد نديم باشا ده لوحده؟ ده ابن لذينه رافع الكتاف على الكل، ما بيخطيش خطوه غير بحساب. ده غير بقى ان الدنيا هتقوم ومش هتقعد غير لما يعرفوا مين اللي قتل، ويجيبوا كمان السلاح اللي اتضرب بيه. انما كده في الشياكه، الاوردر وطلبناه من المطعم الفلاني وباسم سكرتيرته، يعني التحقيق رايح في اتجاه تاني خالص. ده لو بقى في تحقيق اصلا. مش يمكن يقولوا قضاء وقدر ونخلص. في الحالتين انت لازم تظهري بعديها بكام ساعه. طبعا اول ما عرفت الخبر ركبت اول طياره وجيت على طول، وانت طبعا هتكون وصلتني المطار عشان لما اميره تبعتي سواق الشركه يجي يلاقيني ضربه طقم اسود وهتك يا عياط، وازاي ده حصل وعايزه حق جوزي، والمطعم ده لازم يتقفل، وكلها اسبوعين ثلاثه والقضيه تتحفظ ونعيش حياتي. يا بنتي ليه؟ ربنا يستر. هي بقى اصابه اتنين عمر. هتصيب. المهم بس الواد اللي بيعمل فيها بتاع الدليفري وهو بيسلم الاكل لسيد بتاع الامن. لا ما تقلقيش، انا مختار واد فرازه. اهو الواد الفرازه ده هو الخيط الوحيد اللي ممكن يوقعنا. خليك ذكي واقطعه. ادري هو المكنه اللي معاه بعد ما يخلص المشوار. ايه المكنه دي؟ مكنه موتوسيكل يعني. طب خليه يسرع قبل ما الباشا يروح وينام من غير عشا. ما تقلقيش يا رشا، مفيش حد بينام من غير عشا. أميرة، الله الله الله، ورامي، حازم، حازم، فهمي ونوها، كل المسجات دي، يا نهار أبيض، احنا نعرف القصص بقى كلها اللي انت عايشة فيها ست ملك. ايه ده؟ يخرب بيتك، نديم فخر بعتلك مسج، وانت عرفتيه منين ده؟ أنا محتاج لك. ده أنت راجل قديم حر السود. ملوكة يا أمورة حبيبتي، ده أنت عايشة قصة حب بقى. بقى معفنة مستخسرة فيها 5 مليون، ده أنت على راجل معاه ولا 3-4 مليار. أنا أرد عليه بقى وأقول له أنت يا بيبي. حلو دي. ايه كل الايميلات والمسجات دي؟ نهارك اسود، انت عامله شغل مع بالك كلها بس بتضيع علينا الفقر. يخرب بيتك. نديم فخري؟ طب ده رد عليه اقول له ايه ده؟ ارد واقول له ازيك يا ندمتي وبلدها وهي بتتكلم ولا اعمل ايه ده؟ بس هيعرف فرق بين صوته وصوتها طبعا. غبي قوي. استنى يا نديم، استنى يا نديم، ده غير كده هنقلد صوت ملك ولا هنعمل ايه معاك؟ كان يطلع منك بقى مصلحه. الو، اوعى تكون فاكر يا روح خالتك ان انت لما تاخد تليفوناتي وتمسح اللي عليها
كده امان. كان غيرك اشطر. انا عامله باك اب على كل الحاجات اللي على تليفوناتي. تسمع عن اي كلاود ولا مالكش فيه يا هبل؟ اهي طوله لسانك وقله ادبك دي يا ملك اللي عامله طول الوقت مشاكل بيني وبينك. ليه ما بفهمش في التكنولوجيا؟ ليه ممكن تبقى انت فاهمه في التكنولوجيا وانا ما بفهمش؟ لا بفهم. ولا انت ما تعرفيهوش بقى ان انا عملت هاكينج للاي كلاود وكل الداتا اللي عليه ما بقتش عندي، بقت عندي انا بس، وغيرت الباسورد بتاعه. لا ده انا عايز اقول لك بقى تاخدي الثقيله. مريم اختك حبيبتك انا رجعتها لعصمتي. يعني هي دلوقتي حلالي من تاني. مراتي وبحبها. الله يسامح اللي كانت السبب وفرقت ما بيننا. انا شايف بقى كده ان احنا رجعنا للعبة من الاول، يعني كده صفر صفر. نبدأ بقى على نظافة، وانا عشان طيب القلب مش هعمل معاكي مشاكل. انا محتاج منك الخمسة مليون بتوع الطلاق والخمسة مليون التانيين لما جيتي لي البيت واتفقتي معايا قبل ما تغدري بيا. وانا على العموم يعني هبقى كويس وطيب وكده، ومش هطلب منك كمان خمسة مليون من نديم فخر. انت قاري نفسك مسجات معايا، انت فاكرة نفسك عايشة قصة حب. انت سكتي ولا رحتي فيه؟ ما تشوف لنا ايه الاخبار بقى؟ اخاف ابعت حد من رجالتي اتلقيت هناك. انت لازم تبعت حد يعني؟ امال يعني اعمل نفسي من بنا واروح له؟ اظن عادي. لا هو اللي مش عادي ان اروح له البيت في ساعه زي دي. طب ما تكلمه يمكن يرد عليك من جهنم ويقول لك استنى يا قط بتعذب شويه. اه وماله؟ اكلمه عشان تبقى نمرتي اخر رقم على موبايله وابقى اول واحد يستفتحه بالنيابه. جميل والله يا رشا. ده انت طلعت بتفهم اهو. انا فاهم الدنيا فيها ايه، وعشان بفهم انا لازم نتكني هنا لحد ما الخبر يجي لنا لوحده. مش قادره هموت واعرف ايه اللي حصل. وطفح ولا تنيل لام من غير عشاء؟ هقول لك على حاجه، انت اتكلم سيد، قول له بقول لك ايه يا سيد، هو الباشا فين؟ عمال اكلمه ما بيردش على موبايله. ادخل شوفه لي عشان انا عايزه في حاجه مهمه. اه فسيد بقى يدخل على نديم باشا يلاقيه مرمي جنب الاكل، واول ما وكيل النيابه يساله يقول له يا باشا والله العظيم انا دخلت اطمن على الباشا، اصل عماد القط كان بيتصل بيه ما بيردش عليه، ويجي يشوفوا موبايل الباشا ما يلاقوش نمرتي، اروح انا بقى في 60 داهيه. ده انت طلعت بتفهم بجد. ما تحترمش قوي يا رشا، الصبر حلو. وعشان كده احنا نفضل هنا لحد ما الخبر يجي لنا لوحده. طب يلا بقى عايزين نحتفل. تشيرز يا بيبي. حبيبي. حسن يقول بتتمحك. بصي يا بابا، النعي ده ينزل في كل الجرايد واتبع مع اشرف وسلطان وابراهيم في بقيه الحاجات التانية اللي اتفقنا عليها. اوكي اوكي تمام يا حبيبي. بقول لك ايه؟ ايوه انا هسبقكم على هناك الساعه 11 بالظبط، الباصات تتحرك. اللي ما عرفش ولا مش لابس لبس مناسب يروح يغير ويجي لنا. ها تمام يا فندم. اوكي
في ايه؟ ايه الجو الكئيب ده على الصبح؟ صباح الفل الاول. ايه الوش ده؟ في ايه؟ فاكر لما اديتني ورد بالغلط بردهولك النهارده بس عن قصد؟ مريم الجرحي دخله جوه. مين مريم الجرحي دي؟ دي تبقى اخت ملك. لا والله، يعني التانية تبعت لنا ايميل بالليل تلغي معانا التعاقد، ودي تبعت لنا الصبح ورد. ما انا شوفي بقى، انا جاي لك النهارده بخصوص الموضوع ده. يما عايز اقول لك على حاجه، انا لا فضيالك ولا الملك ولا الجنس مخلوق، احنا في مصيبه سودا. اوكي. هو انتي بعتي ورد لنديم فخري؟ بعتي ورد لنديم فخري ليه؟ بتتصرفي من دماغك ليه ومن ورايا؟ بس هو انتي مالك بيه عشان تبعتي له ورد؟ جبتي عنوانه منين وش معنى النهارده؟ ولا انتي غاويه تبوظي لي شغلي والسلام؟ يقول عليا ايه الراجل دلوقتي؟ يقول عليا ايه؟ بتتمحك فيا؟ مخليه اختها تبعت ورد؟ لا وايه؟ ما اخترتيش غير اليوم اللي بنته تموت فيه. والله ما عارفه اقول لك ايه، تصرفاتك كلها غلط. واحده غيرك بعد اللي حصل لها كانت اتعلمت حاجه ولا عقلت، انما انت بجد الواحد مش عارف يقول لك ايه يا مريم. ممكن مالكيش دعوه بالناس اللي انا بشتغل معاها؟ ممكن ولا لا؟ انت بقت عيشه تقرف. ايه مومي بتزعقي ليه؟ ولا حاجه يا حبيبتي، انا كنت لسه هدخل اطمن عليكي. انا كويسه، كنت قاعده بذاكر عشان ان شاء الله لما اخف اروح المدرسه. شطوره يا حبيبتي، برافو. مومي بما انك النهارده يعني رجعتي بدري، ممكن نخرج سوا انا وانتي وناخد طنط مريم معانا؟ بما انك ايه الكلام الكبير ده؟ يبقى اكيد وافقتي. معلش يا حبيبتي مش هينفع خالص النهارده، هعوضها لك يوم تاني، اصل عندي مشوار مهم جدا وجيت اغير هدومي وراجع على طول. معلش مامي، انا كان في حاجه مخبيها عنك مش عايزه اقولها لك عشان ما تزعليش. حاجه ايه؟ لما انكل طارق كان هنا المره اللي فاتت قال لي لو حبيتي تخرجي في اي وقت اخرجك. أنكل طارق مين؟ أنكل طارق؟ طارق، أنت يا واد يا طارق؟ طارق! ايه يا بابا؟ تعالى عاوزك في كلمتين. معلش يا حبيبي، بس انا مشغول عندي شغل. في ايه يا ابني؟ هو انا كل ما انت عليك تقول لي مشغول عندك شغل؟ عندك شغل بتعمل ايه في الاوضه؟ نعم يا بابا. مفيش مره اقول لك طارق الا بتقول لي مشغول. اقعد. حاضر. قعدنا. وانا كل ما اكلمك يا طارق تقول لي عندي شغل عندي شغل. في ايه؟ وانا ما بوحشكش، عاوز اتكلم معاك كلمتين. اب وابنه فيها أوه. حاجه دي؟ ما فيهاش اي حاجه. طيب. غمض عينك بابا، انا عندي غمض عينك. ايوه، ما تفتحش ما تفتحش. فتح. ايه رايك؟ ايه ده، حلو قوي. ايه حلو قوي؟ حلو قوي؟ لا ده مش حلو قوي، لا ده حلو قوي وشيك قوي ورقيق قوي وتقيل قوي. عارف بكام ده يا دكتور؟
مش مهم بكام يا بابا، المهم لمين. لمين؟ ليك يا طارق. يلا. لا يا حبيبي انا الحاجات دي بطلت البسها عشان ما بتلقش عليا خالص. امسكها بابا. انا ابنك يا حبيبي مش بنتك. يا ولد ما انا عارف ان انت ابني، عارف انك راجل من الظهر الراجل، ابني اللي هينفذ لي في دماغي. ايوه، لانه عارف وفاهم كويس قوي الخاتم ده لمين. لماما بابا طبعا، ربنا يخليكم لبعض. كده حصيح عليا لما تقول لي ماما. ماما كاتمه انا هجيب لماما خاتم ب 6000 جنيه. ليه؟ امال يا ابويا لما تجيب لي خاتم ب 6000 جنيه؟ لا بقول له بتستخسر فيا حته خاتم. لا لا يا حبيبتي، بتستخسر ايه؟ ده انت محتاجه خاتم ب 600000 جنيه. ايه ده؟ ايه ده؟ وريني وريني. ده انا مستخسرك انت في خاتم الزباله ده. يا سلام. طبعا وريني يا اخويا الخاتم. امال ايه؟ قال مستخسر فيك. يستخسر فيا حته خاتم اهو. ايه رايك؟ والله يا بابا انا شايف انه لايق عليها. يا عم اسكت بقى. ايه مش بطال يعني؟ طب ايه يعني؟ لا هاتي بس الخاتم كده. ليه؟ هرجعه. هاتي هاتي. حاضر. يا ساتر يا ساتر يا ساتر عليك. امسك. بس اقول لك حاجه يا ناديه. قول. انا اوعدك ان شاء الله، وانت عارفه وعدي معاكي، لو تم اللي في بالي هجيب لك واحد انقح منه. اما نشوف. لا هتشوفي. اما نشوف. هتشوف. بقول لك يا ناديه. نعم. خدي بقى فهمي ابنك، لان ده هيشلني. ايوه والله هيشلني، وانا اخل ايديا ما بستحملش. يلا شوف يا طارق يا حبيبي. انت هتاخد دش وتلبس اللي على الحبل كله. البس القميص الاحمر بتاعي. استنى يا بابا بس. البس القميص الاحمر. يا بابا استنى بس. استنى بس يا فهمي. ما هو صغر وتلاقيه على قده دلوقتي. استنى يا بابا. استنى. وبعدين هتتكلين. كلين. اه ايوه. وبعدين تطب عليها. قول لها بقى على مين عشان اقوم اولع في نفسي قدامك. لا عارف. هتروح لها بقى بتقول لها ايه؟ انا ترقيت وخدت مكافاه كبيره، وعشان انت وشك حلو عليا انا جايب لك الخاتم ده. وهوبا تروح فاتح العلبه ومطلع الخاتم ملبسه لها في صباحها، والامانه من بوسه صغيره في ايدها. طب ما انا عندي حل احلى. آه. انا افتح العلبه واطلع الخاتم وانط ابوسها لكم من بقها. يا خبر اسود. استنى استنى يا ناجي. ايه ده؟ استنى عشان في عسل اتدلع على الارض. العسل كتير هنا بيتدلدل، وانا ما بحبش الحلو عشان بيلزق. ايه يا ابني ده؟ ما هو شفت ابنك بيتريق علينا يا ناجي. بابا بصراحه اللي انت بتقوله ده اوفر جدا. اطب عليها ايه بس واروح اديها خاتم من غير اي مناسبه كده؟ يا ابني ما قالتلك المناسبه. يا ولا مش قالت لك المناسبه دلوقتي؟ مش لسه قايله لك عشان انت ترقيت؟ عاوز مناسبه احسن من كده؟ ايوه بس ده ما حصلش. انا ليه ابتدي حياتي معاها بكذب؟ بتقول ايه؟ قلت تبتدي ولا انا سمعت غلط؟ لا حضرتك سمعت صح. قلت تبتدي. طب يا ريت تاثر وتفسر وتقول لي يعني ايه ابتدي حياتي معاها؟ ها؟ يعني ها؟ ايه؟ بابا سيب كل حاجه احسن لوقتها. انا هستاذنكم عشان عندي شغل. ها؟ بعد اذنكم. الواد بيكسب، الواد بيكسب، والله بيكسب. نادية الظاهر والله أعلم مفعول العصير بتاعك جاب نتيجة. شو قلت لك؟